هذا سائل يقول: فيما جاء في الحديث إذا وضع الإنسان إذا اضطجع في فراشه أنه يقول: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. السؤال: هل في قوله أرسلتها أن الروح تخرج من الجسد في حال النوم؟ تخرج، لكن خروج ما هو كامل، لها ارتباط، لها ارتباط بالجسد، ما هو خروج كامل. الخروج الكامل بالموت، بالموت. أما خروج روح النائم فهو نوع من الخروج لكنه غير كامل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.